بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال بادلا أسعي باستنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بادلا رعاية طبية للقريب والبعيد، للصالح والطالح، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الناس لا لأذى، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية في نطاق البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيا مما يشيبني أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول شهيد.